اشوف معاكم بقى فوائد الجنزبيل واضرار الروزماري. فوائد شاي الزنجبيل: بيخفف من الغثيان، بيحسن من اداء المعده، بيحسن الهضم وزياده امتصاص المواد الغذائيه من الطعام، وبيقلل من شعور الانتفاخ، بيقلل الالتهابات، بيمتلك خصائص المضاد الحيوي لأنه بيعمل ضد الالتهابات، بيساعد في علاج مشاكل الجهاز التنفسي والحساسية ونزلات البرد والزكام، بيساعد على تجديد الدورة الدموية وتحسين أدائها وتقليل التعرض لأمراض القلب والشرايين، لأنه بيساعد على منع ترسب الدهون على جدران الشرايين، وده بيقلل من التعرض للأزمات القلبية، بيساعد في تقوية الجهاز المناعي لأنه بيحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ذات المستوى العالي، وكمان في بعض الناس بتتناوله للوقاية من السرطان، بيقلل من التوتر، بيكون علاج للسعال، بيقلل من الإحساس بالإرهاق وألام العضلات وألام الجسم. أضرار الروزماري: الإفراط في تناوله بيسبب التهيج في الأمعاء والمعدة وتليف في الكلى، بيسبب ارتفاع في ضغط الدم، وبالتالي بيمنع على مرضى الضغط تناوله، بتمنع الحوامل من تناوله، وده للتقليل من احتمالية تعرضهم للإجهاض، بيسبب نزيف للمرأة.